لمجمع فؤاد شهاب من الجيد، محمد همدر افضل ريباوندر 10 ريباوند، براندون 8، 7 ماركوس مالفن، 6 غالب رضا، 5 شادني جراي، هول هني افضل ريباوندرز بالجيم. وفي خطأ هجومي من عماد السعدي، خطأ هجومي من عماد السعدي يعني تورن اوفر، يعني بوزيشن جديدة لنادي تبنين. الخطأ الثاني على عماد، والمدرب ماتتش بيرجع بيسحب رولاندو هاول وبيدفع بروبير بوداغر، بيرجع بيكمل بأجنبي واحد بأرض الملعب. ديفيد دريغايا عم يدافع على غالب رضا، شادني جراي بيخترق شادني جراي تحت الضغط براندون، وفي فاول كمان من عماد سعدي، الخطأ الثالث لعماد سعدي والخطأ الثاني على التوالي. بالعاده هون عم نشوف كيف شادني جراي خسر الكره بالاول ومن بعدها صار الخطا بعد هيدي الحركه اللي شفناها. هون الخطا على براندون اللي عم يستفيد بالثاني فري ثرو الاولى بيسجلها براندون، نقطه ال 12 نقطه لحد هلا لبراندون باول اطلاله له بالبطوله. الثاني ما بينجح فيها براندون، روبير بوداغر بصعوبة الحكمة عم يحصل على ريباوند، بصعوبة بالغة، يعني لازم نعطي كريدت كثير كبيرة لفريق تبنين بالفعل، يعني عم بيعذبون كثير للحكمة يحصلوا على الريباوند، يعني لو ما طلعت بالاوت ما كان حصل عليها روبير بوداغر او فريقه. عماد سعادة بيخسر الكرة لكن بتبقى لصالح الحكمة، لمست قدمه للاعب تبنين وخرجت للاوت. روبير بوداغر بسلم ماركوس من جديد، صباح غالب رضا هو اللي عم يدافع على صباح، صباح بيخترق ماركوس مالفن بسدد عن الارك، مالفن ما بينجح هالمرة، وفي فاول لصالح الحكمة. الخطأ كان من براندون، الخطأ الثالث على براندون كوردز. هو بالعادة عم نشوف البوش يعني، بس روبير بوداغر قدر يعني فرج الحكم انه في بوش اقوى من ما هي. هون خبرة اللاعب دغري بيعمل رياكشن بارض الملعب. روني فهد على ارض الملعب بدلا من عماد، ولا إيس كمان بدوره على ارض الملعب بدلا من غالب رضا. 4 اخطاء على غالب. ديفيد صباح خوري، صباح بسدد ما بينجح بالمحاولة، براندون بسهولة على الريباوند، الريباوند رقم 9 لبراندون كوردز. حسن لقيس، محمد همدر، شادني جراي بيخترق دفاع المنطقة مقطوعة من ديفيد دريا غيان لكن بتبقى لصالح تبنين يلي عنده 11 ثانية بهالهجمة. شادني جراي من المسافة المتوسطة بيسجل، شادني جراي 14 نقطة لجراي والفارق نقطة من جديد، نقطة واحدة بس بتفصل الفريقين. ولاحظوا الوقت كيف عم يمرق، 8 دقايق متبقية. روبير بوداغر تحت السلة بيسجل روبير بتمريرة روني فهد، بينجح روبير بوداغر وبزيد التقدم لثلاثة. براندون بينجح كمان برد سريع عن براندون كورتز والمرة على اللو بوست بموف ولا أجمل، 14 نقطة لبراندون والفارق نقطة من جديد. صباح خوري بجرب يتخطى ميشيل حكيم، خطأ لصالح ماركوس اللاعب الأنشط بفريقه. ونديم سعيد، نديم سعيد وجو غطاس على ارض الملعب بدلا.
اذا نديم صعيد بيرجع بيستعين فيه المدرب فاسلي ماتيتش. هو والغطاس روني فهد بالمسافه المتوسطه ما بينجح الفهد والفرصه رح تبقى لصالح نادي الحكمه. يعني براندن كورتز ما قدر عمل كنترول على الريباوند، خرج الطابه للاوت واوت اوف باوند لصاحب الارض ماركوس مالفن. يخترق ماركوس مالفن بايده الشمال ما بينجح بالمحاوله، روبير بوتاغر تحت السله. روني فهد بيستلم الفهد بوصل له اياه لروبير بوتاغر تحت السله، بوتاغر بضيع الريباوند رقم 11 للهمدر وخطا كمان لصالحه. خطا لصالح محمد همدر لكن ما رح يكون في فري ثرو، هيدا الخطا الثالث وممكن يعمل رصيده الشخص 16 وممكن يعطي تقدم لتبديل، لكن جراي بضيع الفري ثرو الثانيه والتعادل بين الفريقين 58-58. مباراه الاعصاب. شادني جراي بسدد عن الارك، شادني جراي بسجل، شادني جراي نقطة 18 لشادن جراي، ثالث 3 بوينت له. اللئيس بيضغط، اللئيس بيضغط على روني فهد وبينجح اللئيس. دفاع ممتاز ممتاز من تبنين اليوم، يعني عم يقدروا يحطوا بريشر على صانع العاب فريق الحكمة بشكل كثير كبير من بداية المباراة، والحكمة بعد ما لقى حلول. شادن جراي بيخترق، بيخترق شادن جراي بسجل. شادن جراي خمس نقاط على التوالي لبل، ست نقاط مع الرمية الحرة كمان. نسبة التريبوت 50% للحكمة، 33% لتبنين، 20 نقطة لشادني جراي. وخطأ خطأ من اللئيس لصالح روني فهد. أول رمية حرة بضيع روني فهد، ما في تركيز أبدا عن فريق الحكمة اليوم، على عكس فريق تبديل اللي عم يلعب بكامل تركيزه وبنشاط كبير جدا بارض الملعب، كثير اكتف عم يكونوا. زون ديفنس من المدرب فاسل ماتيتش. 10 ثواني متبقي، شادني جراي عم يكون هو صاحب كل ديسيجن تقريبا بهالوقت. ميشيل حكيم ما بينجح بالمحاوله، فاست بريك من روني فهد لجو غطاس يلي بسجل. 12 نقطة للغطاس، روني فهد ما تأخر أبدا ليمرر من أول ملعب لآخره، وجمهور الحكمة بيرجع بيتحرك من جديد. الفارق نقطتين. حسن اللئيس عم يجرب يلاقي جاب هو والهمدر، همدر بسدد بالمسافة المتوسطة ما بينجح محمد همدر. روني فهد هو بيلتقط الريباوند، روني فهد بيخسر الكرة كمان، كمان بيخسر الكرة وان سبورتسمان لايك فاول. هيدا القانون الجديد، هيدا هو القانون. اثنين فري ثرو لشادني جراي ومن بعد البوزيشن رح تكون لصالح فريق تبنين كمان. جراي بسجل الفري ثرو الأولي ونقطه ال 21. الثانية كمان بينجح فيها، 22 نقطة لشادني جراي، 22 نقطة لجراي والبوزيشن لصالح تبدين المتقدم بفرق 4 نقاط. محمد همدر، شادني جراي ما بينجح، شادني جراي ريباوند لنديم السعيد وفي خطأ لصالح نديم، الخطأ كمان من ميشيل حكيم. صباح خوري عم يتحضر للعودة على أرض الملعب بوقت ميشيل حكيم رح يخرج بالأخطاء الخمسة. خمس أخطاء، أول فاول أوت بالجيم. روني فهد من جديد على مقاعد الاحتياط وصباح خوري على أرض الملعب. كمان التاني ما بينجح فيها والهمدر، الريباوند رقم 12 لمحمد همدر. خمس دقائق متبقية لنهاية المباراة، تبنين متقدم بفارق 4. غالب رضا ما بينجح، غالب المحاولة